مضطره تحبي الموضوع ولا عشان معنا على التليفون فانت مضطره تحبي الموضوع؟ بحب الموضوع يا بابا. بحب الموضوع يا بابا. كابتن ياسر اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، تاثير عليك والبرنامج. اهلا بيك يا فندم، بحييك على البرنامج اللي بتجمعوا فيه عوائل النادي الاهلي كلهم، حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه لينا. لا دي حاجة مشرفة لينا يا فندم بصراحة، حاجة مشرفة لينا ان كمان الابطال اللي بيعيشوا جوه النادي وبيحققوا بطولات للنادي وبنشوف اولادهم كمان على نفس الخط وعلى نفس المسيرة، فده شيء بيسعدنا كجماهير النادي الاهلي ان في عندنا الاجيال بتتواصل، بس مش في كرة القدم، في جميع الالعاب. ودليل واضح يعني حضرتك عندك ما شاء الله، عندك مازن وعندك مالك ونادين على خطه ثابته، بس هي نادين كانت بتقول عايزه كانت تلعب فولي وحضرتك قلت لها لا انسي الفولي. انا بنحب الباسكت، فهم شربوا الباسكت بول من حضرتك اكيد يعني. بص كابتن هاني، انت برضه احد اعلام كره القدم وحاجه مشرفه ربنا في النادي الاهلي، وانا سعيد جدا ان حضرتك موجود في البرنامج. لا كتر خيرك، الشرف لينا يا فندم، شرف لينا احنا كعائله للنادي موجوده في النادي الاهلي ان موجودين في البرنامج بتاعكم. كتر خيرك يا فندم، كتر خيرك. يعني عايزين اتفضل يا كابتن ياسر. كانوا بيتكلموا عن اكتر واحد شقي في البيت يا كابتن ياسر، فحضرتك بقى اللي هتقول لنا الحقيقه. الحمد لله ان هو مش موجود دلوقتي. يا مالك. مالك مش انا. هو مالك بصراحه جميل جميل. لا طبعا هي الشقاوة، الشقاوة الحلوة يعني نتكلم صراحة يعني. يعني احنا هادين شوية هو يعني انت خلي بالكوا يعني الاجيال اللي طالعه وكلنا عارفين يمكن السن الصغير 16 و17 سنه صح. يعني انت عارفين السوشيال ميديا والبقى الدنيا بالنسبه لهم مفتوحه فيبقوا مهايبرين شويه، لكن لكن مع وجود رياضه وخاصه هو كمان موجود في منتخب مصر هو ما شاء الله كويس جدا. واسال حضرتك كمان كابتن يعني ياسر ان هو برضو الشقاوه بتاعته دي هي اللي نفعاه. بصراحه نفعاه، عامله له كاركتر في الباسكت كمان، يعني هو اللي فارد دلوقتي بصراحه، عنده شخصيه. بالظبط، فرد شخصيته يعني. كابتن ياسر انا عارفه ان حضرتك كنت بتدرب مازن، كان بيتقبل تعليمات حضرتك بسرعه ولا كان بيبقى خلاص عشان عارف انه بابا فبيتدلع مثلا ياخد الموضوع مش على محمل الجد؟ مضطر يستقبل المعلومه. مضطر يستقبل المعلومه بالحذافيرها، لان هو يعني الحمد لله اولادي بيثقوا فيا جدا، فدي حاجه كويسه من يعني ان هو انا مارست كتير في الرياضه في النادي الاهلي وكنت كابتن النادي الاهلي، فهم عارفين ان انا عندي اكسبيرنس عاليه تقدر تفيدهم في الملعب. بس ساعات هم ليهم طبعا، انت عارف كل الاولاد بيبقى ليهم عاوزين يختصوا بنفسهم شويه، شويه يسمعوا شويه ما يسمعوش، بعدين يرجعوا في الاخر يسمعوا الكلام بتاعي، فدي حاجه جميله يعني منهم يعني. فطبيعي كمان، ويمكن هسأل مازن في النقطة ديت، ساعات وجود الأب كبطل من أبطال النادي الأهلي وولاده بيلعبوا في النادي بتسبب شوية ضغوط على اللعيبة نفسها، وبتسبب شوية لازم يقوم بمجهود أكبر عشان بعض الناس أو بعض ممكن يجيله بعض الكومنت، أنت موجود في النادي عشان خاطر باباك. ده بيحصل في كرة القدم أعتقد في جميع الألعاب، فبالتالي بيبقى في مسؤولية أكبر على حضرتك إنك توجه بشكل طيب جدا، وهو كمان عليه دور انه يتقبل. لو كان بابا ليه اسم كمان بالظبط يعني بالظبط، فاحنا لازم 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 نبقى قد الاسم اللي هو عامله دوت وفعلا ساعات الناس عليه. بتقول الكلام ده طبيعي. طبعا ايوه يعني. انتوا بتعملوا ايه بقى وبابا بيقول لكم ايه في النقطه دي؟ والله هو اما كان كمان هو المدرب بتاعي السنه اللي فاتت، فده طبعا كان لود عليا كبير جدا ان انا لازم افضل طول السنه بمستوى واحد، حتى لو يعني خلاص انا عارف السنه دي تكون بتلعب بمجهودك كمان مش عشان يعني بابا مدرب، بلعب بمجهودي وانا صح. كويس عشان كده بلعب، مش بلعب عشان خاطر انا. في ضغط اكبر ان انت طبعًا. ابن كابتن ياسر ابو بالظبط ده غير ان هو ابن كابتن ياسر ابو فتوح، هو المدرب بتاع الفرقه كمان بتاعي كمان عارف. فحتى في الماتشات الصعبه او في الكريتيكال تايم انت بيختار احسن لعيب. اتدخل شويه معلش انا اسف. اتفضل. لا اتفضل يا كابتن. هو انا عملت لود جامد على مازن السنه اللي فاتت لما كنت ماشي في الفرقه هو معايا، انا يعني هو لعيب عندي وفي نفس الوقت ابني، دي معادله صعبه جدا صحيح. اضطريت طبعا، مش اضطريت، انا كنت مجبر ان انا ابقى في لود ان هو زي اللعيبه. هو بيحاول على
ما بيقدر ان هو يبقى ملتزم، وحتى لو هو تعبان هو اول واحد موجود في التمرين عشان انا خاطر هو متعامل زيه زي اللعيبه الموجودين. بل بالعكس انا جيت على مازن كتير السنه اللي فاتت هو وانا مدربه. انا بشكره ان هو استحملني لان انا صعب شويه. حضرتك اللي بتشكره يا كابتن ياسر. والله انا اللي بشكره. لا هو المفروض اللي يشكر حضرتك. استحملني كتير. لا 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 حضرتك استحملك كتير. استحملني فعلا كتير. بس حضرتك ما كنت يعني اكيد كنت يعني انا عارف الموقف بيبقى صعب، وخاصه على حضرتك ان اللعيبه بتبص له طب انت هتتعامل معاه ازاي، طب هو يعني هتعمله معامله خاصه او لا، وبالتالي حضرتك بتحط اللود عليه انه لازم يكون اول واحد موجود، التزام موجود في كل مكان. فاللود دوت ما حضرتك كنت بتقول له حتى بس ما بعد التمرين مثلا معلش انا دوست عليك في الحته ديت علشان جزء دي؟ انا هو العيب عندي لا مش كده طبعا. ال 20 لعيب بيتعاملوا معامله واحده. صحيح. ابني اخر حاجه ممكن افكر فيها لان انا عندي اولاد هم اولادي برضو، الفرقه دي اولادي انا بعتبرهم اولادي، واحنا في النادي الاهلي ما بنفرقش ما بين ابن ولعيب، هم كلهم لعيبه بيمثلوا النادي الاهلي. لازم يكونوا على قد المسؤوليه اذا كان ابني او غير ابني او لعيب معايا في الفرقه. فده دي سياسه اللي موجوده في النادي الاهلي، والحمد لله احنا يعني في النادي الاهلي ما فيش تفرقه بيننا وبين اللعيبه، بنحاول نبقى في عدل عشان خاطر دي رياضه. طبعا كابتن ياسر بنشكرك على مجهودك الواضح ده ومجهود طبعا والدتهم، وتحياتنا الكبيره جدا ليها، وهم مفخره النادي الاهلي من بعد حضرتك طبعا يا كابتن ياسر. والنادي الاهلي احنا فخر، النادي الاهلي فخر لينا ايضا برضه. اكيد اكيد. شكرا جزيلا ليك يا كابتن ياسر. شكرا جزيلا لوجود حضرتك.